Prostate specific antigen or PSA. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالبروستيت سبيسيفيك انتيجين سواء السورس اوف بي اس اي، كمان هنتكلم على الديفرنت فورم اوف بي اس اي الموجودة في البلد، بعد كده هنتكلم على طرق الميجرمنت سواء للتوتال او الفري بي اس اي، كمان هنتكلم على الانتربريتيشن كل الاسباب اللي بتؤدي لزيادة البي اس اي في البلد. البروستيت سبيسيفيك انتيجين بنختصره بالـ PSA، وعندنا نوعين بنقيسهم داخل المعمل، التوتال بنسميه الـ TPSA والفري بنسميه الـ FPSA. بنقيس الـ PSA في عينة السيرم ريفرنس فاليو اب تو 4 نانو جرام على الملي لتر. الميثود اوف ميجرمنت بنقيسه عن طريق الإلايزا تيست باستخدام سبيسيفيك كيتس وكمان الإلايزا ريدر. الـ PSA عبارة عن سنجل تشين جلايكوبروتين، وهو عبارة عن إنزيم وظيفته إن هو بيشتغل كواحد من السيرين بروتينيزس. السيرين بروتينيزس عبارة عن بروتيوليتك إنزيم بتعمل ديستراكشن أو بروتيوليسيس للبروتين. السورس أوف PSA، PSA بيحصل له سينسيس داخل البروستيت جلاند وبيحصل له ريليز انتو السيمين فلويد، كمية كبيرة جدا بتتفرز من البروستيت جلاند وبتبقى موجودة في السيمين فلويد، ولكن كمية صغيرة جدا بتقدر توصل للبلد، ولكن هي دايما نورمالي كمية صغيرة جدا اللي بتقدر توصل للبلد. زي ما احنا شايفين البروستيت جلاند بتبقى موجودة حوالين اليوريثرا وقريب جدا من اليوريناري بلادر، بتفرز مجموعة من الاليمنت والبي اس اي واحد من المنتجات اللي بتفرزها البروستيت جلاند. زي ما احنا شايفين بيتفرز من الابيثيليال سيلز وبينزل في اللومن للبروستيت جلاند، ولكن زي ما قلنا في نسبة صغيرة جدا بتقدر توصل للبلد وبنقدر نقيسها داخل عينة السير. Function of PSA، البروستيت سبيسيفيك انتيجين مهم جدا في الفيرتيليتي، لان البروستيت جلاند بتعمل له برودكشن عشان يبقى موجود في الايجاكوليت، وبالتالي بيقدر يعمل ليكوفايز السيمن، ان هو بيشتغل كبروتيوليتك انزيم عشان كده بيعمل ليكوفيكيشن للسيمن، عشان كده allow sperm to swim freely، بيقدر يحرر السبيرم من الايجاكوليت كوأجولم، وعشان كده السبيرم بيقدر يتحرر بعد عملية الإيجاكيوليشن. كمان له دور مهم جدا في انه بيعمل dissolving السيرفايكال ميوكس، وده طبعا بيسمح بالانتري اوف سبيرم انتو يوترس، فيبقى في البداية هو بيحرر السبيرم من الإيجاكيوليت وبعد كده بيعمل dissolving كمان للسيرفايكال ميوكس، فبالتالي السبيرم بيقدر يعمل انتري تو يوترس. عشان كده البروستيت سبيسيفيك انتيجين مهم جدا للفيرتيليتي في الميل. زي ما قلنا البروستيت سبيسيفيك انتيجين بيبقى تركيزه في البلد قليل جدا، عشان كده انا بقدر اقيسه في البلد to indicate activity of the prostate gland. والـ PSA يعتبر واحد من اهم التيومر ماركرز اللي احنا بنقيسها عشان نقيم البروستيت جلاند ديزيز، لان اي مشكلة او زيادة activity في البروستيت جلاند بتنعكس على الليفل الموجود في البلد، عشان كده الـ PSA كتيومر ماركر بيبقى موجود بكمية قليلة جدا في البلد في all adult men. وزي ما قلنا الكونسنتريشن الطبيعي بتاعه بيبقى من 0 لحد 4 نانو جرام على الملي لتر. اي زياده في البروستيت سبيسيفيك انتيجين في البلد اكتر من النورمال فاليو ده طبعا بيدينا سيجنال او اشاره ان في بروستيت جلاند كانسر او الاذر بروبلم، زي ما قلنا هو انديكيتور للاكتيفيتي داخل البروستيت جلاند. اي زياده عن النورمال فاليو معنى كده الاكتيفيتي داخل البروستيت جلاند حصل لها ديستربنس، يا اما نتيجه للتيومر او للاذر بروبلم زي ما هنتكلم عليه بالتفصيل في الانتربريتيشن. PSA in the blood. PSA زي ما احنا قلنا هو عبارة عن بروتيوليتك انزيم، وبالتالي لو قدر وهو موجود في البلد يقوم بالبروتيوليتك اكتيفيتي طبعا ده هيبقى خطر جدا بالنسبة للجسم، عشان كده البروتيوليتك اكتيفيتي of PSA in the blood is inhibited، يحصل لها inhibition نتيجة للباوندينج of PSA مع بعض المركبات الموجودة في السيرم اللي احنا بنسميها البروتييز inhibitors، وأهمهم الالفا 1 انتي كايموتريبسين والالفا 2 ماكرو جلوبولين والاذر اكيوت فيز بروتين، ولكن اهم نوعين بيحصل معاهم باوندينج
هما الالفا 1 انتي كايموتريبسين والالفا 2 ماكرو جلوبولين. حوالي 30% من البي اس اي بتفضل فري، معناه ان هي ما بيحصلهاش باوندنج مع البروتييز انهيبيتورز، وهي برضو بتبقى ان اكتيف، معناه ان هي ما بتقومش بالبروتيوليتيك اكتيفيتي داخل البلد. وبالتالي الفورمز اوف بي اس اي الموجوده في البلد بيبقى موجود 3 فورمز موجودين داخل السيروم. اول ميجور فورم اوف بي اس اي بيحصل له باوندنج مع الالفا 2 ماكروجلوبولين، والشكل ده بيبقى لاك الاميونو رياكتيفيتي. معنى الالفا 2 ماكروجلوبولين اللي احنا بنختصره بالالفا ام جي باوند بي اس اي بيقدر يعمل كفرنج لكل الانتيجينيك سايت الموجوده على البي اس اي، عشان كده الفورم ده بيبقى لاك اميونو رياكتيفيتي، ما بيبقاش باين منه الانتيجينيك سايت، وعشان كده ما بيتفاعلش مع الانتي بودز اللي احنا بنستخدمها في الالايزا تيست. السكند ميجور فورم اوف بي اس اي الموجود في السيروم بيحصل له باوندنج مع الالفا 1 انتي كايموتريبس اللي احنا دايما بنختصره بالاي سي تي، فدايما بنسميه الاي سي تي باوند بي اس اي، والاي سي تي بيعمل بايندنج مع الاكتيف سايت الموجوده في البي اس اي، ولكن الاماكن الاخرى بيسيبها ما بيغطيهاش، عشان كده الفورم ده من البي اس اي ريمينز ايمونولوجيكالي ديتكتبل، بمعنى ان الانتيجينيك سايت بتبقى ظاهره ما بيحصلهاش كفرنج بالاي سي تي، عشان كده انا بقدر اعمل له ديتكشن عن طريق الانتي بوديز في الاليزا تيست. الفورم الثالث من البي اس اي بيبقى نوت كومبلكس مع البروتيز انهيبيتور، بمعنى ان هو فري ما بيعملش باوندنج مع اي نوع من البروتينز الموجوده في البلازما، عشان كده احنا بنسميه الفري بي اس اي. زي ما احنا شايفين بنلاقي ان البي اس اي فري ما فيش اي بايندنج مع البروتين، عشان كده هو طبعا بيبقى immunologically detectable، بمعنى ان كل الانتيجينيك سايت الموجوده على الفري بي اس اي بتبقى ظاهره، عشان كده انا بقدر اعمل له ديتكشن عن طريق الانتي بوديز في الاليزا تيست. فبالتالي الفورمز الموجوده من البي اس اي داخل البروستيت جلاند بيبقى فيها الفري بي اس اي فقط، وده اللي بيطلع مع الايجاكولي وموجود في السيمينال فلويد، ولكن لما بتوصل للبلد زي ما احنا شايفين بيبقى فيه 3 فورم، في الالفا ماكروجلوبولين باوند بي اس اي والاي سي تي باوند بي اس اي وكمان الفري بي اس اي، 3 انواع موجودين بالشكل ده، 2 بيبقوا باوند مع البروتين وواحد بيبقى فري فورم اوف بي اس اي، وبيمثل حوالي 30% من البي اس اي الموجود في البلد. الانديكيشنز او واي وي ميجر البي اس اي، زي ما قلنا البي اس اي واحد من التيومر ماركرز المهم جدا في تشخيص امراض البروستيت جلاند، واهم سبب يخلينا نقيس البي اس اي داخل المعمل هو السكريننج فور بروستيت كانسر، وبيعتبر البي اس اي موست سنسيتيف تيست تو ديتكت البروستيت كانسر، وعشان كده هو اكتر تيست احنا بنستخدمه كتيومر ماركر للبروستيت. بنستخدمه كمان فور مونيتورينج البيشنت ويز بروستيت كانسر، بمعنى ان احنا بنستخدمه كانديكيتور للريكورنس، وكمان بنستخدمه كانديكيتور للريسبونس تو تريتمنت، بمعنى ان لو حصل سيرجري وحصل ريموفال للكانسر الموجود في البروستيت المفروض البي اس اي بيحصل له ديكريز في الليفل بتاعه الموجود في السيرم، لو الليفل زاد بعد كده معنى كده ان حصل ريكورنس للكانسر. كمان بنستخدمه كانديكيتور للتريتمنت، بمعنى ان هو بيبقى عالي بعد ما بنستخدم التريتمنت بيبدا الليفل بتاعه يقل في السيرم، عشان كده بيدينا انديكيشن ان حصل ريسبونس للتريتمنت. وين شود سكريننج بي اس اي بي دان؟ امتى نقيس البي اس اي؟ بمعنى ان احنا بنقيسه في عمر كام بالنسبه للادلت ميل؟ الطريقه الحديثه اول قياس للبي اس اي عند سن 40 سنه، لو طلع طبيعي بنقيس بعد كده عند سن 45 سنة، بعد كده بداية من سن 50 إلى سن 75 سنة بنقيس كل سنة مرة، وده في حالة إن هو الريزلت بتطلع طبيعي، ولكن لو في abnormal value لو في زيادة في البي اس اي بنزود الفريكوينسي، بمعنى إن أنا بقيسه أكتر من مرة في السنة بحيث إن أنا أتابع البي اس اي ونشوف مقدار الزيادة. كمان في بعض الأشخاص اللي بيبقى عندهم family history of prostate cancer بنبتدي من أول سن 40 كل سنة، ما بنقيسه كل 5 سنين زي الشخص الطبيعي، عشان نقدر نكتشف بدري أي change في البروستيت gland. الميجرمنت اوف بي اس اي سواء الفري بي اس اي او التوتال بي اس اي،
هنبتدي اول حاجه بالفري فورم اوف بي اس اي. بنقيسه عن طريق الاليزا تيست، بيبقى فيه كيتس مخصوصه للفري بي اس اي لوحده زي ما احنا شايفين اللي هي موجوده على اليمين، وبنستخدم فيها المونوكلونال انتي بودي تو ريكوجنايز الفري بي اس اي، معنى ان هي فيها انتي بودي مخصوص للفري بي اس اي، عشان كده النوع ده من الكيتس بيقيس الفري فقط ما بيقيس التوتال. The principle of ELISA test for free PSA بيعتمد على وجود الـ anti-PSA monoclonal antibody، بيبقى موجود fixed على الـ solid phase في الـ well الموجود في الـ plate of ELISA kit. والـ antibody هنا بيبقى common antibody للـ PSA، بمعنى ان احنا ما بنيجي بعد كده نضيف الـ control اللي بيبقى موجود مع الـ ELISA kit او الـ serum بتاع الـ patient، بنلاقي ان الـ common antibody اللي هو الـ anti-PSA PSA بيقدر يعمل binding مع النوعين من الـ PSA، سواء الـ free form اللي احنا بنميزه بحرف الـ F أو الـ combined form اللي احنا بنميزه بحرف الـ T. بعد كده بنضيف الـ specific antibody اللي بنسميه الـ FPSA monoclonal antibody، بيبقى specific للـ free فقط عشان كده بيعمل binding مع الـ free PSA. بعد كده بنضيف الـ alkaline phosphatase، وبعد كده بنضيف الـ substrate علشان يحصل الـ reaction ما بين الـ enzyme والـ substrate، وبعد كده بنقيس التشينج في الكالر عن طريق الإليزا ريدر، وده بيدينا الكونسنتريشن اوف فري بي اس اي. النوع الثاني من الإليزا كيت بيبقى عباره عن إليزا تيست فور توتال بي اس اي. في الحاله دي بنقدر نستخدم تو مونوكلونال انتي بوديز عشان اقدر اكتشف الفري بروستيت سبيسيفيك انتيجين وكمان البي اس اي اللي بيبقى كومبايند مع الاي سي تي. فطالما احنا بنقيس الفري فورم والكومبايند فورم اللي هو الاي سي تي فورم، مجموع الاثنين بنسميه التوتال بي اس اي. زي ما احنا شايفين في الإليزا تيست برضو بيبقى فيه الكومون انتيبادي اللي بنسميه انتي بي اس اي مونوكلونال انتيبادي. بعد كده بنضيف الكنترول الموجود في الكيتس او عينة السيرم بتاعت البيشنت واللي بيبقى فيها الفري فورم لو عليه حرف الاف والكومبايند فورم اللي عليه حرف التي. بعد كده يا اما بنضيف مونوكلونال انتيبادي للفري ومونوكلونال انتيبادي للكومبايند فورم، او بنضيف كومون انتيبادي بنسميه انتي توتال بي اس اي انتيبادي اللي احنا بنختصره انتي تي بي اس اي مونوكلونال انتيبادي، وهو بيبقى متحد مع البايوتي. زي ما احنا شايفين الكومون انتيبادي بيبقى عنده القدره ان هو يعمل كومباينيشن مع الفري فورم ومع الباوند فورم. بعد كده بنضيف الالكلاين فوسفاتيز، وبعد كده بنضيف السبستريت سوليوشن، وبنعمل انكوبيشن عشان يتم الرياكشن، وبعد كده بنقيس على جهاز الإليزا ريد، وبالتالي الكالر اللي بيطلع بيبقى نتيجه للفري فورم والباوند فورم اللي احنا بنسميه التوتال بي اس اي. النورمال فاليو اوف بي اس اي زي ما قلنا هي تبقى اقل من 4 نانو جرام على الملي، بنستخدمها كريفرنس رينج للبي اس اي. واحنا بنقدر نقسم الليفل اوف بي اس اي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، من 0 ل 2.5 بنسميها لو بي اس اي، من 2.6 تو 10 ده بنسميه slightly to moderately elevated PSA، من 10 to 19.9 ده بنسميه moderately elevated، من 20 نانوغرام أو أكتر من كده بنسميه significantly elevated. فدي المصطلحات اللي بنطلقها على الليفل و PSA اللي بتظهر داخل المعمل. وأهم شيء في قياس PSA إن احنا دايما بنعمل sequential measurement، بمعنى زي ما قلنا في الأول إن احنا بنقيس كل سنة عشان كده إن احنا بنشوف مقدار الزيادة، هل فيه زيادة مستمرة للـ PSA؟ ولو فعلا فيه زيادة مستمرة للـ PSA ده طبعا بيدينا attention أو بيبقى concerning إن احنا نعمل more examination للبيشنت عشان نشوف سبب الزيادة. الانتربريتيشن، البروستيت سبيسيفيك انتيجين بيزيد في حالات البروستيت كانسر، كمان في حالات البنايم بروستيت هايبيتروفي اللي احنا بنسميها البي بي اتش، كمان بيزيد في حالة البروستيت انفلاميشن اللي بنسميها البروستاتايتس، وكمان بيزيد في حالات الاكيوت يورينري ريتينشن. زي ما احنا شايفين على اليمين اللي هي الصورة الموجودة قدامنا، الشكل الطبيعي اللي هو النورمال ما بيبقاش فيه اي مشكلة. البي بي اتش
اللي هو البناين بروستاتيك هايبرتروفي عبارة عن انلارجمنت للبروستيت زي ما احنا شايفين بيحصل انكريز في السايز وعشان كده بتعمل كلوجر لليوريثرا. الشكل بعد كده اللي هو البروستاتيتس او انفلاميشن في البروستيت جلاند زي ما انتم شايفين الكالر متغير نتيجة للانفلاميشن بيحصل هايبريميا وديستراكشن للتشو في البروستيت. الشكل بعد كده وهو البروستيت كانسر بنلاقي فيه تجمعات للكانسر سيلز موجودة في البروستيت جلاند اللي هي ممكن تكون كارسينوما عبارة عن تجمع من الكانسر سيلز وعلى حسب كميتها بتعمل انلارجمنت للبروستيت جلاند. لو هي كمية كبيرة بتعمل انلارجمنت كتير ولو هي كمية صغيرة بتعمل انلارجمنت بكمية صغيرة. وزي ما احنا شايفين ثلاث انواع من الديزيز اللي بتحصل في البروستيت جلاند سواء البي بي اتش او البروستاتيتس او البروستيت كانسر كلهم بيأثروا على اليورينري سيستم انهم بيعملوا كلوجر لليوريثرا وبالتالي بيعمل ريتينشن لليورين وبيعمل يورولوجيك سيمتوم. رقم 4 اللي هو الاكيوت يورينري ريتينشن ده بيعمل ترانزنت انكريز في البروستيت سبيسيفيك انتيجين. بعد ما بنعالج عمليه الريتينشن كل حاجه بترجع لطبيعتها مره اخرى. زي ما احنا شايفين البي اس اي تيست ما بيقدرش يفرق ما بين الديفرنت ديزيزز الموجوده في البروستيت. بيزيد في الانواع الموجوده قدامنا دي كلها سواء الهايبرتروفي او البروستاتيتس او البروستيت كانسر ما بيقدرش يحدد أي نوع من الديزيز داخل البروستيت جلاند. عشان كده بنعمل بعض الاختبارات المساعدة لقياس البي اس اي وهو الدايركت اكزامينيشن للبروستيت جلاند او عن طريق الالترا ساوند. كمان بنعمل مجموعة من الستيبس بتساعد في تحسين الدياجنوستيك فاليو اوف بي اس اي واحنا بنسميها الميكينج بي اس اي بيتر. الثلاث خطوات دول عبارة عن الايج ادجستد رينجز والبي اس اي فيلوسيتي وكمان الفري بي اس اي اسيسمنت. ثلاث خطوات بنعملهم عشان نقدر نزيد الاهميه التشخيصيه للبي اس اي. هنبتدي باول حاجه وهو الايج بيست ريفرنس رينج بمعنى ان النورمال فاليو بتتغير على حسب العمر ما هياش ثابته لان البروستيت بيحصل لها انلارجمنت مع الايج عشان كده بيبقى فيه ريفرنس رينج متغير على حسب الايج زي ما احنا شايفين من 40 ل 49 بيبقى اقل من 2.5 من 50 ل 59 بيبقى اقل من 3.5 من 60 ل 69 بيبقى اقل من 4.5 ومن 70 ل 79 بيبقى اقل من 6.5. عشان كده وانت بتعمل انتربريتيشن للبي اس اي لازم تعمل كونسيدرنج للايج للمريض. الحاجه الثانيه وهو الـ PSA velocity معناها rate at which PSA is rising with time. لو حصل slowly steady rise ده يدينا indication على الـ benign enlargement اللي احنا بنسميها الـ PPH بينما لو حصل rapid rise ده يدينا indication على الـ prostate cancer. عشان كده الـ velocity أو سرعة زيادة الـ PSA بنقيمها من خلال ان احنا بنقيس الـ PSA زي ما قلنا كل سنة وبنحدد مقدار الزيادة هل بيحصل slow rise ولا rapid rise. لو حصل slow rise ده indicate ان ده benign enlargement ولكن لو حصل rapid rise ده يدينا indication ان فيه cancer. وبيبقى فيه cutoff value عبارة عن 0.75 نانو جرام على الملي بير يير بمعنى لو الزيادة من السنة للأخرى في حدود الـ 0.75 نانو جرام ده بيبقى slow rise ولكن لو زادت أكتر من كده ده بيبقى rapid rise ده بيدينا indication على الكانسر. النقطة الثالثة عشان نحسن أهمية الـ PSA test بنعمل assessment للـ free PSA لأن قياس الـ free PSA والـ total PSA الاثنين بيبقوا مهمين جدا لهم clinical value في التفريق ما بين الـ prostate cancer from الـ PPH. في المرضى اللي بيبقى فيهم زيادة في الـ PSA من 4 ل 10 نانو جرام على الملي اللي احنا بنسميها من slight ل moderate increase كل الدراسات اكدت ان حالة البروستيت كانسر بيبقى فيه low free PSA بالمقارنة بالتوتال بينما في حالة البي بي اتش بيبقى فيه high free PSA وكل الدراسات دي اكدت ان البي اس اي اللي بيطلع في حالة البروستيت كانسر بيبقى more sticky عشان كده بيعمل bounding مع البروتينز الموجودة في السيرم
اللي هم البروتينيز انهبيتور سواء الاي سي تي او الالفا 2 ماكرو جلوبولين، عشان كده بتقل نسبه الفري بي اس اي في حاله البروستيت كانسر. وبالتالي مهم جدا ان احنا نعمل اسيسمنت للفري بي اس اي، بنقيسه داخل المعمل عن طريق الاليزا تيست زي ما قلنا، والريزلت بتطلع بالنانوجرام على الميلي ليتر، وكمان بنقيم البيرسنت فري بي اس اي بالنسبه للتوتال، ودايما بنقيس البوست توتال بي اس اي وكمان الفري بي اس اي في نفس العينه. عشان ما يحصلش اي تاثير للميجرمنت على ليفل بي اس اي لازم بنقيس التوتال والفري في نفس عينه السيرم، والبيرسنت اوف بي اس اي بنقدر نحسبها من خلال المعادله اللي هي موجوده قدامنا دي. بنقسم الفري بي اس اي بالنانوجرام على الملي على التوتال بي اس اي بالنانوجرام على الميلي ليتر، وبنضرب في 100 بتطلع لنا البيرسنت اوف 3 بي اس اي. وبالتالي اهم نقطتين بالنسبه للتفرقه ما بين البروستيت كانسر والبي بي اتش، هو ان في حاله البناين انلارجمنت بيبقى فيه هاي 3 بي اس اي، وكمان بيبقى فيه سلو ستيدي رايز. زي ما احنا شايفين بنلاقي سلو ستيدي رايز بيحصل زياده بسيطه ولكن مستمره للبي اس اي في البلد، وزي ما احنا شايفين بنلاقي الفري اللي هو باللون الاصفر ده بيبقى كميته اكبر وبيمثل اكتر من 25% من التوتال بي اس اي. ده بيدينا انديكيشن على البناين انلارجمنت. ولكن في حاله البروستيت كانسر بنلاقي فيه لو فري بي اس اي، النسبه بتاعته تبقى اقل من 10%. كمان بيبقى فيه رابيد رايز للبي اس اي في البلد، زي ما احنا شايفين بنلاقي بيحصل رابيد انكريز في حاله البروستيت كانسر، الليفل بيزيد بشكل سريع جدا، وبنلاقي نسبه الفري بي اس اي بتبقى اقل من 10%. وطبعا ده بيدينا انديكيشن ان احنا بنعمل بايوبسي من البروستيت عشان نتاكد من وجود الكانسر. لو احنا خدنا في الاعتبار الايج ديفرنس وكمان الفيلوستي وكمان الفري بي اس اي اسيسمنت، ده بيدينا اهميه تشخيصيه كبيره جدا للبروستيت سبيسيفيك انتيجين في اكتشاف كل الديستربنس الموجوده في البروستيت جلاند.